السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني السلام. بعد ما عرضنا الجولة البصرية في منطقة الجمهورية تحديدا وفي سوق الجمهورية. بس عرضت الحلقة اجونا قبل علينا، اجوا هنا قالوا يابا شيلوا مدة يومين شيلون من هنا. زين احنا وين نروح؟ يعني احنا كل واحد عنده بصرية هنا واجار كذلك الحسين. زين شنو الذنب اللي انتم ارتكبتوه خلال الحلقة؟ شي هاي الحلقة شلون حكينا على معاناتنا؟ زين على معاناتنا حكينا. قال لك جاك هنا قال لك باكر عقبه شي. زين هاي كله تفلش سوق وشي. زين احنا وين نروح؟ نسحب عوائل يعني وين؟ مدة يومين طن. زين احنا ناشد من؟ لا اكو حكومة ناشدها، كل احزاب وكل من يريد حسه اله. عمي بس طب الناس سيارة هسه راح تعرضون هاي الحلقة باكر يجون يشيلون. هاي شغلة. زين والحسين شكرا جزيلا.